انا اسمي يحيى مصطفى، ساكن في ايتا في المال، زنقه 74. الاضراب ديال 23 مارس 65 هي مرصاص. زادت الانصاف والمصالحه، دفعت الملف ديالي في 2005، الان عمرهم ما غوتوا عليا. يلا عطوني التغطيه الصحيه والتعويض، غمضوا عليه ما عطوني التعويض ما والو. ودابا تنطلب الله منكم لما تشوفوا من حنا. ودست الاضراب ديال 23 مارس 65 هي من الرصاص، سدوني داوني لدرب مولاي شريف 12 يوم وانا ناكل في الدق، ودوز عام ونص وانا في الحبس. منين جات دوزوني الاحكام، حكموا عليا بمحكمه بالبراءه التامه. منين جات الانصاف والمصالحه، دفعت الملف ديالي. الان ما عمرو ما غوتوا عليا من 2005 الى تال دابا. يلا عطوني هذيك الضغطيه الصحيه والتعويض ما عطونيش. تيقولوا لي دابا نصيفطوا لك، دابا نصيفطوا لك، الان ما صيفطوش ليا من 2005 وما تيديروا لنا التمثيل ديالهم. ودابا تنطلب الله منكم المحكمه، الحكومه باسم سيدي محمد السادس نصر الله، هي لما يشوف من حنا. راه التعويض ما عطاونا ما والو. واحد مرة جلسنا قدام المجلس الوطني لحقوق الانسان، صهر وحنا ناعسين قدام المجلس، تنقول لهم عوضونا، تقول لك انتم، قال لهم انتم خارجين الازل. واش حقوق الانسان فيه سخر الازل؟ حقوق الانسان ما فيهش خارج الازل. واش حنا عباد الله سدونا، ما دايرين لا بيدينا لا برجلينا، وشدونا قالوا لنا انتم تتسبوا الملك وتتسبوا الحكومه وتتسبوا هادي وريبتوا ودرتوا، سريبنا زرنا. وعلى الاخر حكمت عليه المحكمه بالبراءه التامه ولا حجه ثابته عليه. وعلى الاخر منين جات الانصاف والمصالحه، دفعت الملف ديالي في 2005، الان ما غوتوش عليا. يلا عطوني الضغطيه الصحيه، شنو غندير انا بالضغطيه الصحيه؟ خص يعوضوني. الضغطيه خص تخلص. خص يعوضوني. قلت لك اخويا انا من ضحايا ديال 81 سنوات الرصاص. حنا كنتسناو التعويض هذا اللي شويه نعاونوا به شويه الوقت. قال لك خارج الاجل، انا دابا الدوسي في 2005 وانا مضرور كل حديد، السلسول فيه الحديد، يديا فيها الحديد، رجلي فيها الحديد، رجل الاخرى فيها الحديد. وانت كتشوف الحاله اللي قسم الله. حنا بغينا هاد الناس يشوفوا من حالنا ديالنا. الدنيا راه فانيه، يشوفوا من حالنا ويعتفوا عنا. راه الباقي الله وديم الله، وهادشي اللي قسم الله هو هذا. انا راه من 2005 وانا دابا، واش تنموت باش يعطيونا التعويض هذا؟ وانا شوف حالتي كي دايره، كنتركل انت، راني مريض مع علمي الله، والله يهدي هاد الناس هادو، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى هو يحكم. كاين بزاف، راه باقيين بزاف الناس، راه كاينين الناس بزاف كاينين، راه باقا شي 1000 وشي حاجه واقيلا، شي 1200 واحد راه باقا. تيقول خارج الاجل. انا كنت مريض بعد، اول شيء انا كنت مريض بعد الحسن الثاني فاش علن. انا راني مهرس من ظهري، راه من الكاطريام ميطاس طلعت انايا. جيت نعاون بالنايب كثر الضرب والخوف، جيت نعاون بالنايب وانا نزلق. الحديد في ظهري ويديا وفي رجلي، وما درنا حتى حاجه ما درناها. ودابا كنتسناو التعويض من محمد السادس الملك ديالنا، الله ينصرو والله يطول العمر ديالو. تينده علينا وتيقول لهم عطيو لهاد الناس هادو، وهاد الناس الله يهديهم، راه والو كلشي غيبقى هنا. عطيونا باش نعيشوا حتى نموت، راه ما عارفينش راسنا غدا ولا بيت غدا شنو كاين. الله يهديكم.